Hi, Elie Akl, owner of the Brain Studio, music producer and mixing engineer. شغلي كله mainly بين لبنان وبرا. هلا بلبنان شغل مع كتير ارتست اكثر انجلش منهم ويتيام ار وبرا عامل كولابوريشن مع كوينسي جونز وكذا ارتست غير. هلا ليش منقض ميوزك هوم؟ لانه قدموا لي سيرفيس كتير منيحه ما في منها بلبنان، يعني على طول كنا نعاني من هالمشكله ما في عندنا هالسيرفيس بلبنان. يعني كل شيء عم بستعمله أنا من عندهم تقريباً بين libraries, plugins, softwares كل شيء هن مأمنين لي إياه وعطول up to date معهم. وغير الهاردوير اللي عندهم إياها موجود عندهم تشكيل كتير مهم من أهم البراندات، يعني من سبيكرات, ميكس كيوب, من النيف, من درومر, بري أمبس كل شيء بلاقيه عندهم بلا ما فتش غير مطرح أو أتعذب غير مطرح. Solve the riddle.